دينار بس تقدر تساعد بيه عائلة محتاجة وتفرحهم بالعيد. السلام عليكم شباب، اليوم الفيديو حيكون استثنائي بالدرجة الأولى. من 4 سنين فاتوا في مجموعة من الشباب أطلقوا حملة تحت شعار دينار الخير. الحملة تهدف إلى شراء أضاحي وتوزيعها للناس العائلات المحتاجة. معنا طارق عبد المجيد أحد مؤسسي الحملة. كيف حالك طارق؟ الحمد لله أخوي علي، مرحبتين بك ومرحبتين بصفحة الواو. كيف جت فكرة حملتكم؟ الحملة جت فكرتها سنة 2014. الفكرة متاعها أن نأخذ زوز أرقام شفرات مدار ليبيانا ونحول عليها الرصيد. لقينا ترحيب كبير من الناس وتفاعلوا معهم. بقى هل الحملة مختصة بالعيد الأضحى فقط ولا حتى في الأيام العادية فيه؟ مش مقتصرة بعيد الأضحى، معها حتى حملة تانية في قبل بداية شهر رمضان، وفي حملات خاصة موجودة مع أعضاء الجروب نفسه. شو الهدف من الحملة؟ الهدف من الحملة هو مساعدة العائلات المعوزة والعائلات اللي محتاجة. بقى الناس كيف ممكن تساعدكم؟ الناس تقدر تساعدنا عن طريق أنها تتواصل معنا على صفحات التواصل الاجتماعي، سواء صفحاتنا الشخصية أو على أرقام تليفوناتنا أو صفحاتنا على الانستغرام أو على حساب دينار الخير. طارق، ممكن تقول لنا كيف هي آلية جمع المبالغ المتبرع بها؟ كيف آلية شراء الأضاحي؟ آلية جمع المبالغ المتبرع بها هي قبل بداية الحملة سواء في عيد الأضحى أو في رمضان، نتلاقوا مع بعضنا الأدمنز كلهم، لقطوا جميع المبالغ اللي احنا جمعناها عن طريق الرصيد أو عن طريق الكاش أو عن طريق الصناديق التبرعات اللي احنا حاطينها في محلات، نديروا في ليستة قائمة بأسماء العائلات بالكامل، واحنا طبعا كنا نسر على العائلات قبل ما نديروا أي فعل خير. في النهاية سمعنا أن أعضاء الحملة من مختلف المناطق الليبية، كيف تتواصلوا مع بعضكم؟ بالنسبة لأعضاء الحملة أو أعضاء الجروب نفسها نتواصل عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. بالنسبة للأعضاء اللي موجودين برا طرابلس، بالنسبة للأعضاء اللي موجودين داخل طرابلس نتواصل مع بعضنا، نتلاقوا في المناسبات الاجتماعية، نزور في بعضنا، في عملية تواصل اجتماعي مع بعضنا. هو الموضوع مش كبير هلبة، دينار بس تقدر تساعد بيه عائلة محتاجة وتفرحهم بالعيد. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. في أمان الله.